توزيع تقدم. كل ده حصل من اول ما انت خرجت. احتمال كبير يكون كل اللي حصل لك ده بسببي. معلش المكان مش كويس بس امان. هو انا هفضل هربانه لحد امتى؟
يلا داليا كانت. يعني ايه العربيه اللي خطفت داليا متسجله باسم شركتنا؟ هتكلم مراتك دلوقتي وهتكتب عليها النهارده رسمي. طب ايه رايكم في سميره حين؟ عايزين اسيب شغلي واشتغل في شركه حراسات. وبعدين يعني انا كنت فاكر الموضوع ده يخصني انا. يعني امينه بتقولي انها تعرف مكان الورق اللي بدور عليه. ورق ايه ده؟ ورق تحويلات الفلوس. بتفكر في ايه؟ ما بفكرش. طب جبت فلوس من رحيم؟ ليه ان شاء الله؟ اللي ليه؟ عشان مصاريف كلية البيت ولا انت نسيت؟ لا ما نسيتش، قلت لك هتصرف بس بعيد عن رحيم. وبعيد عن رحيم ليه؟ ما رحيم باين معاه فلوس قد كده. تاني ما انا قلت لك مالناش دعوة بفلوس رحيم. قلت لك هتصرف خلاص. رد. يا رحيم ايه خير؟ طب انا جاي لك حالا. سلام. قاعد ما بتعملش اي حاجه واول ما اكلمك في التليفون انا جاي لك حالا. حنان اتمسي وقولي يا مسا وخلي ليلتك دي تعدي على خير. ماشي ماشي يلا يا اخويا عشان تلحق تروح لرحيم وانا ليا رب ادعيله. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخه. ربنا يهدك. مش هتهد. ها اتقتلت؟ وطي صوتك احنا في الشارع. لا حول ولا قوة الا بالله. الله يرحمك يا امينة. بس هي عرفت حكاية الورق ده ازاي؟ انت متاكد انك انت ما قلتلهاش اي حاجه ايام ما كنتوا بتشتغلوا مع بعض؟ مستحيل طبعا. تكونش هي اللي ورا حكايه الرسائل بتاعت 700 مليون دي؟ احتمال. طب انت فتشت الشركه كويس؟ الواد اللي كان في الشركه بتاع الامن بعد الخناقه لما جري جريت وراه ما لحقتوش. رجعت فتشت الشركه حته حته ما لقيتش حاجه. واللي قتلها سرق الموبايل بتاعها. يبقى اكيد اللي قتلها مش عايزك توصل للورق. او ممكن يكون هو اللي ورا حوار ال 700 مليون. ايوه بس هي خدت ليه الورق من اصله؟ هي ما قالتليش انها خدت الورق. هي قالت لي انها تعرف مكان الورق اللي انا بدور عليه. يعني ممكن المعلومه تكون جت قدامها بالصدفه. انا زهقت من كلمه احتمال وممكن دي. انا عايز حاجه ملموسه امشي وراها. انا عايزك تهدى. احنا لسه في اولها. وما تنساش ان اللي هددوني بخطف هشام مش هيسكتوا. بس الحمد لله ما حدش عمل حاجه لغايه دلوقتي. اهو ده بقى يخلينا نقلق اكتر. دل على السلامه. ما لسه بدري يا اختي. الله يسلمك يا حاج. ايه رحيم زهقك؟ لا رحيم ما زهقنيش، انا مزهقني ابوه وامه عشان سايبينه كده. ما
معلش يا حاج، والله والنبي شغل. ولما هو شغل سيبيه لأمك. أنت مش عايز تشوف حفيدك يا حاج؟ لا، إذا كان حفيدي عاوز أشوفه كل شوية. إنما مش عاوز أشوف أمه. أمه اللي دايرة على حل شعرها. هو يا بنتي تكوني فاهمة إن أنا موافق على الصرماحة اللي بتصرمحيها دي ومسميها تمثيل. عيب الكلام ده يا حاج. هتربيني ولا إيه يا بنت؟ جننتي أنت ولا جننتي؟ الله، أنت يا بنت مش عارفة تتكلمي مع مين؟ أنا مقصودش يا حاج، حقك عليا، ما تزعلش. أيوه، قولي لي بقى كلمة حقك عليا، بتاكلي من تحت درسك. أنت عايز إيه يا حاج كده وبالراحة؟ عايز أفهمك يا بنت. عاوز افهم الشغلانه اللي بتشتغليها دي ايه؟ اشتغل كومبارس يا حاج. بطلع منظر ولا منظرين؟ منظرين اتنين بس. ولا يا اختي لو طلعت خمس مناظر هتعملي فينا ايه؟ متريقش عليا يا حاج بدر. انا بشتغل عشان اكل ابني اللي ابويا مينا ومستقل فينا. فهمت؟ ايوه فهمت. انت ما فهمتش. أنا رايحة لأمي عايزة تشوف الواد. عن إذنك يا حاج يا حماية. إيه؟ افتح حالها مصعب. إيه يا هشام؟ كنت فين يا زميلي؟ ليك وحشة والله. لا والله، ده على أساس إن أنت ما كنتش عارف إن أنا اتخطفت. ورحمة أمي ما نعرفه أي حاجة غير إن المعلم أبو وردة خرب عليك الدنيا بقالي يومين أنت والبضاعة. مش بعيد يا ناصح يكون حد من رجالته أترك وأنت داخل على هنا. ما أنا جاي لك عشان موضوع البضاعة ده. البضاعة بخ. نعم أبو عمو. ده الحوار ده يطير فيه ارعاب ومش هيخلص الا بالدم. بقولك ايه يا هشام، اللي ما تعرفش تفاديه استمتع بيه، طريقك كله مدافن. يا جدع اسمع يا جدع، انا عايز اتصرف لي في حته كده اديها لابو ورده وبعد كده احنا مع بعض نتحاسب. حته ايه يا هشام؟ هي تذكره ولا تذكرتين؟ دي كميه يا اخويا، يعني قابل وقع بقى. يعني يرضيك يعني ابو ورده يعلم عليا ويطير رقبتي؟ لا يا واد ما يرضينيش. يو سلامة رقبتك يا زميلي، انا هرسيك. انا عايزك يالك كنيلك يومين كده في اي مكنة قبل ما حد يعطر فيك، عشان لو حد يعطر فيك لا هنعرف نداري ولا هنلم. اتكل على الله. تمام تمام يا مسعد، تمام. روح يا ربنا يحنن عليك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صف الله. مالك يلا؟ مفيش يا حاج. لا في، طبيش عليا. لو في حاجة قول لي نلمها زي ما كنا بنلم ورا بعض زمان. احنا ما بقيناش زي زمان يا حاج. زمان كانت الناس بتتمنى تبقى تحت رجلينا، دلوقتي احنا بنداس تحت رجلين اي حد. مين ابن الكلب اللي بيدوس عليك ده وانا اقطع لك رجله؟ الدنيا يا حاج، الدنيا. سيبك انت. قال الواد رحيم فين؟ انا مش سامع صوته. مراتك يا سيدي خدته وراحت بيه عند امها. انا مش مستريح للبنت دي. الله، انت كنت مبسوط منها واحنا بنسجل الواد. أنا كنت فرحان بأول حفيد ليه يشيل اسمي. أنا مش فاهم أنت اتجوزت البنت دي ليه؟ اللي حصل بقى يا حاج، لو ابنك كمان إيه خلاها رسمي، بعد ما كان حتة عقد ممكن أقطعه دلوقتي بقت رسمي.
يا ابني انا ما بتكلمش في رسمي ولا نظمي، انا بتكلم في الجواز نفسه. الله، انا مش فاهم رسمي ايه ونظمي ايه، وبعدين ما انت اتجوزتها وخلفت بينها بقت مراتك غصب عن عين ابوك. ايوه يعني اعمل ايه حاجه دلوقتي؟ اطلعها ولا اكمل معاها ولا اعمل ايه يعني؟ تلمها يا يالا، تلمها، ما تخليهاش ماشيه على حل شعرها. حاضر يا حاج، حاضر. تؤمرني بحاجه تاني؟ عاوز من خلقتك ايه؟ غور غور، انت جميله ودهبل. فاذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون. يا شكر الله سعيكم. تعيش وتفتكر يا متر. بس جدع يا سيد، تقتل القتيل وتمشي في جنازته. أنا؟ الجملة دي ما تخصنيش، أنا ماليش دعوة باللي حصل لأمينة. مالكش دعوة إزاي؟ إذا كان دمها بنقط من إيدك أهو. كسيفش، قول. لا، صلي على النبي كده في قلبك، بلاش الطريقة دي معايا. أمينة حواراتها كتير وأنا مش همشي وراها أشوف اتورطت مع مين. صلوا على النبي يا إخوانا، صلوا على النبي. الميت ما تجوزش عليه إلا الرحمة. الله يرحمها. الله يرحمها. وهي عايشة كانت لما كل رجالة البلد حواليها. ودلوقتي في عزاها ربعهم بس اللي جه عز. مين يا غريب؟ انت بتفتكر مين يا سامي اللي ورا الموضوع ده غير سيد يعني؟ نفس اللي انت بتفكر فيه عماد بيه، اللي عاوزنا نخبط في بعض. رحيم، البقاء لله. ايه رايك بقى في البادي ده؟ انا اللي قصه بايدي. قولي لي ايه رايك؟ هيبقى تحفه عليكي. بصي بس، بصي، شوفي الجمال. ها؟ شوفي. ها؟ انت لسه متضايقه من حكايه الجامعه دي؟ عارف يا حلمي؟ أنا أوقات بسأل نفسي أنا عملت إيه غلط عشان خاطر يحصل فيا كده؟ إيه الحاجة اللي أنا عملتها تخلي دنيتي تتشقلب بالمنظر ده؟ مش عارفة أبص في عين صحابي، مش عارفة أخرج معاهم، مش عارفة ألبس لبسهم، أنا مش عارفة أخش الجامعة. انت متخيل منظري بيبقى عامل ازاي كل يوم وانا مش عارفه اخش الجامعه؟
اقول لك حاجه، بلاش جامعه خالص. اوعى تقولي كده، انت هترجع الجامعه، انت مش اقل من اي حد فيه، متشغليش بالك، انا هتصرف في حكايه المصاريف دي. ها المصاريف كام؟ 70,000 جنيه. بسيط. طيب انت معاكي فكة 100,000 وتجيبي الباقي؟ مش معايا، ما اعتقدش ان هما معاك اصلا. ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا رحيم بيه. عارف القرآن ده أحسن حاجة تريح الميت. اسألنا أنا. عقبال العايشين ما يرتاحوا هم كمان. فين داليا يا رحيم؟ في الحفظ والصون. إيه؟ عايز تقول لها حاجة؟ لا أنا عايز أقول لك أنت إنك بتعرف تعمل أي حاجة اليومين دول بس علشان أنا مش فاضي لك. وأنا مستنيك لما تفضى. أنت إيه اللي جابك؟ جاي أعزي. في واحدة كانت عشرة عمر. أو المفروض إنها كانت عشرة عمر. بس الكلام ده بقى قبل ما تخوني الأمانة اللي أنا اديتها لها. زي ما أنتوا كمان خنتوها. آه عشان كده بقى قتلتها. قول ما تخافش قول. أنت تعرف عني يا عمدة إني لو قتلت هخاف أقول. وبعدين اقفل الموبايل اللي أنت بتسجل لي بيه ده علشان عيب. أسجل مين؟ أصلاً ما فيهوش مساحة. أصله مليان بفيديوهاتي أنا وداليا. الله، ما تصلوا بينا على النبي كده يا جماعه. احنا نصفي النفوس ونستعيذ بالله من الشيطان اللي دخل بينا. واحنا عمرنا تلمينا اللمه الحلوه دي الا وكان الشيطان فيها. او خلاص مات واندفن. تصدق عجبتني. يعني نعلق كل المصايب على شماعه اللي راحت وفي الآخر نحضن بعض ولا كأن في حاجة حصلت؟ ده إيه الحلاوة دي؟ لا 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 تاخذنيش يا رحيم، أنا ماليش دعوة بالقصص والروايات دي، إحنا إخوات. وأنا قلت لك أخويا اللي هتطلبه مني هنفذهولك حقك. طب وأنت نفذت اللي طلبته منك؟ بجهزهم لك أخويا. بجهزهم لك أخويا؟ مالك بتهر كده ما تجمد شوية في إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، يا جماعة إحنا مالناش في الحاجات دي. احنا نقعد مع بعض ونتكلم، اللي عنده حاجة يقولها. أنا اللي عندي تقال. أشوفكم العزاء الجاي إن شاء الله. البقاء لله.
بقول لك يا هشام، ما تيجي ننزل نقعد في القهوه نشرب لنا كوبايتين شاي كده ونضرب لنا حجرين؟ انا مش رايق خالص النهارده يا حلمي، اعتبرنا في القهوه وانا عامل لك اللي انت عايزه. طب بقول لك ايه، انا عايزك في مصلحه. مصلحه ايه خير؟ عايزك تجيب لنا بضاعه نشتغل فيها. لا 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 لا، مش هينفع خالص اليومين دول. ليه؟ هو ده الحوار اللي قعدنا هنا. اليوم اللي اتخطفت فيه كان معايا بضاعه، معرفش بقى اللي اسمه سعد ده صرفها ولا الحكومه هي اللي حرزتها. المهم ان اصحاب البضاعه دي مش عايزين فلوسها دلوقتي، اللي عايزين رقبتنا. عندهم حق. وانا ناقصك يا حلمي. مين صحاب البضاعه دول؟ الناس كده باخد منهم بضاعه وخلاص. مين يعني؟ ما تنطق. عيلة ابو ورده. ايه؟ ابو ورده؟ ابو ورده هشام؟ ما خلاص بقى يا حلمي اللي جرى. الله يخرب بيتك يا هشام. ابو ورده عارف ان انا بشتغل معاك؟ لا 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 لا، ما يعرفش اي حاجه. هو كل اللي ليه ان انا اخد بضاعه اديله مكانها فلوس، غير كده ولا ليه فيه. ابو ورده يا نهار اسود، وهنتصرف في المصيبه دي ازاي؟ ربنا يستر بقى، ربنا يستر. يا رب يكون اللبس اللي جبته لك عجبك. شكرا يا رحيم. ما قلتليش بقى، لو كل دول كانوا في عزاها، امال مين اللي قتلها؟ هو انت فاكره ان اللي هيقتلها ده مش هيحضر عزاها؟ ده لازم يكون اول واحد موجود بياخد العزا. طب مش انت بتقول شفت اللي قتلها؟ ما بلغتش عنه ليه؟ يعني عايزاني اروح القسم اسلم لهم نفسي تسليم اهالي؟ قال لهم انا يا جدعان كنت موجود في الشركه في نفس اليوم اللي اتقتلت فيه الست؟ انا اللي ممكن اعمل كده؟ داليا انت بتشكي فيا؟ لا يا رحيم، انا بس عايزه افهم. عاوزه تفهمي ايه بالظبط؟ عايزه اعرف لو كانت امينه ورا كل اللي حصل لي ده، بعد ما ماتت انا هفضل كده هربانه على طول؟ بس انا وعدتك ان الموضوع ده هيخلص قريب. بس أنا خايفة وحاسة كأني لسه في السجن. خايفة ولا معاكي؟ أنا خايفة علشان أنت مش معايا، خايفة من كل صوت خطوة، من كل صوت فتحة باب، خايفة في أي لحظة يدخل عليا البوليس. محدش هيقدر ياخدك مني تاني أبداً. تقصد مين؟ أقصد أي حد. بس المهم أنت يا داليا، أنت عايزة إيه؟ على العموم أنا مش عايز أسمع ردك دلوقتي، عاوز أسمعه من غير أي ضغوط عليكي، يعني بعد ما أثبت براءتك. انت عرفت منين ان داليا مع رحيم؟ مش مهم عرفت منين، المهم ان اللي عمله رحيم ده بيورطها اكتر. انا مش فاهمه هو عمل كده ليه، وايه اللي خلاه يهربها، وليه ما كلمتنيش؟ هو ده رحيم بيضغط عليها علشان ترجع له. رحيم مش بيفكر غير في مصلحته هو وبس. اوكي، رحيم بيلعبها معايا ماشي. اسمع يا عماد، انا ماليش دعوه بقى باي حاجه بينكم، انا بنتي عايزاها ترجع لي. انت عايزه داليا وانا عايز داليا، اللي واقف بيننا هو رحيم. لو كلمتك وهي اكيد هتكلمك، قولي لها ان مفيش حد غيري يقدر يحميها، ورحيم ده ما يقدرش يحمي حتى نفسه. اوكي، بعد اذنك. رحيم لازم يعرف. رحيم مش لازم يعرف اي حاجه، ده لو عرف ممكن يموتني فيها حلمي. ولما انت عارف كده راح تشتغل معاهم ليه؟ راح تشتغل مع اللي قتلوا اختك وجوزها ولا نسيت؟ عمري ما نسيت يا حلمي، عمري ما نسيت. بس اعمل ايه يعني، حوار ولبست فيه،
فلوس وصلت قمر خسرتها وهم دخلوني في الحوار ده. تقوم تشتغل معاهم؟ تشتغل مع ابو ورده؟ ابو ورده يا هشام؟ ما خلاص بقى يا حلمي، انت مكبر الموضوع ليه؟ فكك. هفكني واكبر الموضوع؟ رحيم لما يعرف هينيل الدنيا. اللي بيننا وبينه مش خناقه، ده دم. الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك يا هشام. الله يخرب بيتك. بتفكر في ايه؟ بيتهيألي دلوقتي بقى واضح جدا ان الشخص اللي كان بيكلمك في التليفون هو نفس الشخص اللي كان بيبعت لي رسائل، وزي ما كان ورا خطف هشام اخويا كان هو برضو اللي ورا حكاية شنطة المخدرات ومحاولة قتلك في الاسم. طيب تفتكر ده هيتغير بعد موت امينة؟ على الاقل هنفهم. لو كانت امينة ورا كل اللي بيحصل ده يبقى اكيد كل حاجة هتقف. ايوه بس ده مش هيظهر براءتي. علشان كده لازم نوصل للميا. انت ما تعرفيش بلدها فين، قرايبها، اي حاجه عنها. ايام الشغل كانت قالت لي كذا مره انها رايحه لناس قرايبها في السويس، بس بصراحه ما اعرفش فين. طب قولي لي كل اللي تعرفي عنها وانا هنزل ادور عليها بنفسي. ايوه بس انا جايه معاك، مش هتسيبني لوحدي. باشا يلا ادي توقف بقى من هنا. منور يا كبير. ازيك يا عبوده؟ يا رب تسلم. خير يا كبير. عايز عربيه يا عبوده بس يكون ورايا سليم. طب اديني يومين ثلاثه كده اظبطها لك، بس ده عشان انت حبيبي يعني. يومين ثلاثه ايه؟ انا عايزها دلوقتي. دلوقتي يا كبير؟ انت عايزني اقلب لك عربيه من الجراج ولا ايه؟ ليه؟ هو احنا حراميه؟ هو انت مش عربيتك سليمه؟ انا عربيتي سليمه. طب هات المفتاح. افتح يا كبير. بص احنا ممكن نقلب عربيه من الجراج هنا عادي يعني. عبوده المفتاح. الف شكر يا عبوده، طول عمرك مجدع وصاحب واجب. ربنا يستر. الو يا شاب، بقولك في بلطجيكم كسروا علينا البيت وخطفوا بسمة. ايوه وقالوا ان انت تعرفهم كويس وتعرف توصل لهم كمان. امتى الكلام ده حصل؟ من خمس دقايق كده. من دول يا هشام؟ وفين بسمة؟ رحيم كويس؟ كويس اهو يا حبيب امه، ده اتفرط من العياط من ساعة ما خطفوها. انا عايزة بسمة يا هشام، هاتلي بنتي يا هشام. يا بسمة اهدي، انا هتصرف. اهدي. طيب اقفلي دلوقتي وانا هكلمك تاني. يلا سلام يا حبيبتي يا بنتي. بابا احنا عايزين نشتري. احنا الكلمة دي بتغيظني جدا. ايه عايزين تشتروا اي حاجة وخلاص؟ وبعدين انتم الاتنين خدتوا مصروفكم خلاص. يا حبيبتي احنا كده العيال ليه؟ احنا جايين في الصحه. معقوله الكلام ده؟ خد يا حبيبي 10 جنيه. 10 جنيه بس هنجيب بيها احنا الاثنين. ايه 10 جنيه بنت؟ 10 جنيه كنت بصرفها في سنه ولا في سنكم؟ بس وكمان انتوا هتتأمروا؟ يلا خدوها وامشوا. يلا روحوا. ال 10 جنيه بنت بنت. ايه مركز مع ايه كده؟ مع الدنيا. صحيح انا قريت الخبر بتاع داليا حامد ده، والست دي ما اعتقدش ابدا ان يكون ليها علاقه بالمخدرات. ودي تعرفيها منين؟ كانت بتديني درس السنه اللي فاتت في التنميه البشريه، وقعدنا فتره كده متصاحبين. ست في قمه الاحترام والاخلاص. عادي ولاد الناس ممكن يغلطوا. يغلطوا ماشي، لكن مخدرات مستحيل. وبعدين انا اعرف ان هي كانت مخطوبه لرجل اعمال مهم قوي على ما اعتقد اسمه زياد. عماد. بالظبط عماد. هو عملت ايه في عرض صاحبك؟ عرض يا حبيبتي؟
العرض بتاع شركة الأمن الخاصة، أنا عملت سيرش عن الموضوع والموضوع طلع مربح جدا، هينقل حياتنا. أميرة أنا معرفش غير إن أكون ظابط. ما هو يا حبيبي ما يا أميرة قلت لك 100 مرة قبل كده، المسألة بالنسبة لي مش مسألة شغل، أنا بعمل حاجة مصدقها أوي، ومحمد ربنا إنه إداني فرصة عشان أخدم البلد دي، ده كرم منه. أنا بعمل كده عشان ولادي، عشان بكرة يبقى أحسن. وأنت اتجوزتيني كده وهفضل كده لحد ما أموت. بعد الشر عليك يا حبيبي، ما تقولش كده. حتى ده يا حبيبتي مش شر، لو حمود عشان خاطر البلد دي يبقى كرم من ربنا ودم يروي أرضها. فهماني ولا مش فهماني؟ يا قمر أنت. ايه ده؟ انا لا عايز صوت ولا عايز نهنها. ها يوه، بقول لك ايه، الراجل اللي جوه ده ما يعرفش اي حاجه، ها، ولا يعرف حاجه عن الموضوع. طب رجع لي بنتي يا شيخ، وانا بشرف امي ما هفتح بقي بكلمه. هترجع يا ام بسمه، هترجع شرف امك. لا ترجع. اهلا 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 ام السنيوره. الله، مال فين نجمه الجماهير؟ عندها تصوير اليومين دول يا حاج. تصوير. السادة ياد، انت راجل وبتسمع كلام ابوك وبتعرف تتصرف صح. قلت لك اجري ياد لم مراتك، رحت ما لقيتش مراتك، لميت امها بسرعه. هو في ايه؟ الحاج كان بيوصيني عليكم يعني. بقول لك يا حاج، ما بس ما تقعد معانا اليومين دول كده هنا. فين؟ هنا يا حاج، في البيت. في البيت. هتاخد بالها من رحيم الصغير. طبعا. وانا بقى هقضي مصلحه كده وهاجي على طول. ها ماشي يا ام السنيوره، ان شاء الله بتعرفي تطبخي ولا زي بنتك كله نواشف. انت اتأخرت كده ليه؟ افتكرتك رحت من غيري. ده انا وعدتك، ولو اني عارف ان المشوار مش سهل. بس انا مش هقعد هنا لوحدي. وانا مش هسيبك، هتفضلي معايا على طول كده املك. احنا لازم نتحرك دلوقتي حالا. البسي دول. رحيم، انت لما طلبت مني امساك انا ما عرفتش. عارف ليه؟ لاني اصلا ما حاولتش. ايوه جايه. في ايه؟ بالراحه الباب. ابوكي فين؟ طب يعني صباح الخير. ابوكي فين؟ اتفضل جوه هندهولي. طب وسعي. انا مش فاهمه هو في ايه. دن 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 على الباب. روحي اندهي يا حلمي. هو في حاجه؟ روحي اندهي يا حلمي. هندهولك. الموبايل اهو، مكالمه واحده بس وتكون قصيره. اتفضلي. ماشي. مالك يا شاب؟ أبو أرض سيوفي. ماشي ماشي، أنت ليك حق أكيد وهتاخده، بس إحنا يعني من إمتى بندخل النسوان في شغلنا؟ ماشي ماشي، هجيلك. سلام. إيه بيشرط علينا؟ بيتأمر. ما أنت السبب يا حلمي. أصل أنا فاهمك. لا أصل ولا فصل بقى، اقطم. الحوار ده لازم يخلص وبسرعة، إذا ما كانش عشانك عشان خاطر البت الغلبانة دي. بس المهم بقى ما تتصرفش من دماغك تاني. أمين؟ ما تبصليش. أمين؟ أمين. ألو. ألو ماما، أنت وحشاني قوي قوي. داليا يا حبيبتي، أنت اللي وحشاني قوي. أنت فين؟ أنت كويسة؟ أنا كويسة الحمد لله، ما تقلقيش. داليا يا حبيبتي، انت مع رحيم؟ تبقي معاه. داليا يا حبيبتي،
أرجوكي ترجعي، رحيم هيورطك. ما تقلقيش يا ماما، أنا عارفة أنا بعمل إيه. أنا هفضل خايفة وقلقانة عليكي كده لغاية ما ترجعي لي. دالي يا حبيبتي، خلي بالك من نفسك. حاضر يا ماما، حاضر. باي. ربنا يحميكي يا حبيبتي. العميد أحمد الديب من الأمن الوطني.